محمد صافي، اهلا بيك مره ثانيه على في الجول. فوزي اهلا بيك، وشكرا لمستضافتكم الرائعه، واهلا بكل متابعي ومحبي في الجول.com. صافي، مش كل يوم بيبقى فيه مذيع داخلي او بيبقى ضيف على الشاشات، فبالتالي محتاجين الناس تعرف يعني ايه مذيع داخلي، مش بس في المباريات ولكن بشكل عام كبهنه. يعني مذيع داخلي، المهنة الغرب بيسميها MC أو Master of Ceremonies أو مدير الفعالية، لأن ده فعلا هي دي مهنتك، إن مدام أنت اللي بتذيع فأنت بتدير اللي بيحصل في الفعالية، فأنت من أول دخول الناس وقعودهم، سواء كان في فعالية رياضية أو فعالية اجتماعية أو ثقافية أو موسيقية، انت اللي سايق اللي بيحصل. كلامك هو اللي بيخلي بتاع الاضاءه اللي شغل النور، او بتاع الصوت اللي شغل الزرار، او اللعيبه تنزل ملعب او تطلع. فافتكر دور المذيع الداخلي، الحمد لله طبعا كان عندنا مذيعين كتار في تاريخ مصر الحمد لله، فالحمد لله الموضوع ابتدى يتعرف اكتر واكتر، وناس كتير قوي بتقول لي طب انا ازاي اشتغل وابقى مذيع داخلي. فاعتقد المهنه او الجزئيه دي تم القاء الضوء عليها شويه بمساعده ناس رائعه زيكم. هل في بروتوكول معين للمهنه دي، ولا مثلا انت مطلوب منك ان انت بس خلاص بتقول الاسماء بتاعه اللاعبين في قبل الماتش واثناء التبديلات والاهداف، بدايه المباراه نهايه المباراه عزف النشيد وبلا بلا بلا، ولا في حاجات تانية احنا ممكن ما بتبقاش ظاهره قدامنا بس هي من ضمن مهامك؟ طبعا في حاجات كتير، لو هنتكلم خصوصا في موضوع الإذاعة الداخلية في الرياضة أو في الكورة تحديدا، لا أنت على حسب هو الماتش أول حاجة تحت طائلة مين؟ هل الاتحاد مصري ولا الاتحاد أفريقي ولا الاتحاد دولي؟ كل هيئة من دول ليها قوانينها والرولز بتاعتها وطرق تنفيذها للماتشات وإدارتها للماتشات. فأنا لازم أبقى عارف من قبل الماتش ما يبتدي بحوالي ساعة ونص التشكيلات بتوصل بطريقة معينة. لو هنتكلم في بطولات أفريقية وخبرتي كانت أكتر، أصعب حاجة في بطولة الهاندبول كاس العالم، تخيل أنت قدامك سكور فرقتين، منتخب سلوفينيا بيلعب منتخب مقدونيا الشمالية، فأنت مش عايز أقولك الأسامي اللي قدامك تبقى عاملة إزاي. فلازم دورك أن أنت تتأكد أن أنت عارف بتقول الأسامي صح ولا لا، لأن خلينا نعترف أن إحنا يعني كمصريين مش العالم كله عنده الموضوع انه ممكن بيغلط في اسامي، بس احنا مش اللي هو معروفين بان احنا بنعمل المجهود ان احنا نتاكد ان ده الاسم الصحيح. ما اقدرش الوم على حد انه يقول اسم غلط، ولكن ممكن الوم على حد انه ما دورش ورا النطق الصحيح للاسم. من طالب في كليه الطب تحولت الى مذيع راديو ومذيع داخل لمباريات والحفلات، ازاي ومنين جيت التحول ده؟ احب اشكر التنسيق طبعا، مجموعه جاب طب. ابتديت شغلي في مجال الإعلام أكشي وأنا في الجامعة. كان حصل مشكلة مع دكتور كده وحصل خناقة وعدت سنة، فكان قدامي سنة اضطريت أشتغل. فساعتها ابتديت أكتب، وكنت بحب طبعا طول عمري بكتب على الكورة وبحب الكورة، فاشتغلت في موقع كروي زمان قوي، كان أول موقع كروي يتحدث عن الكورة في مصر بالإنجليزية، كان اسمه EgyptianSoccer.com، كلام ده في منتصف لأواخر التسعينات. ومن ساعتها ابتديت اكمل. اتخرجت من الجامعه، اكتشفت بعد سنه من العمل في المجال اللي هو دي ممكن تكون انبل مهنه في العالم، مهنه الطب، ولكن الواحد لازم يعترف لنفسه هل المهنه دي تناسبني كانسان او لا، وتناسبني في المكان اللي انا فيه او لا. فاتخذت القرار اللي هو لا، والحمد لله كنت ابتديت ابني كارير حلو في الصحافه وفي الكتابه لحد ما الاذاعه ابتدت. القرار بتاع ترك القاهره ده تم اتخاذه في عربيتي وانا واقف على المحور، بعد عمل استمر أكتر من 12 سنة في مدينة الإنتاج. في يوم كده حسبت أن أنا تقريباً بقضي حوالي 4 ساعات في العربية في اليوم، قمت ضارب 4 ساعات في اليوم في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع في السنة. طلع أن في حوالي أكتر من شهر وثلاث أسابيع من الـ 12 شهر طاروا مني على المحور. أنا لسه ما نزلتش البلد، ما طلعتش كوبري، وكنت تقريبا حاسس ان انا كنت خلصت تجربتي الاذاعيه كاذاعه يوميه على الراديو، وكنت حابب اكتشف حاجه جديده. في ناس دايما بتقول طب واللي انت بنيته، طب واللي انت عملته، انا دايما بحب ابص المنظور طب واللي ممكن لسه اتعلمه. ما زلت مذيع في نايل اف ام، لسه عندي برنامج اسبوعي هناك بسجله وبيتذاع، وعندي شركه انتاج فني وموسيقي مقرها هناك في الجونه، ولسه منزلين اول ارتست او الفنان لينا، وفي اذاعات داخليه كتيره يعني من فعاليات ثقافيه موسيقيه.
وبلعب مزيكا برضو كمان. وقت أمم أفريقيا 2019 كانت المحطة الأبرز مش الأولى في حتة مهنتك كمذيع داخلي، إزاي جات لك الفرصة وحسيت بإيه بعد غيابك عن أول مباراة؟ الإذاعة الداخلية أنا ممكن أقول ابتدت في منتصف الألفينات طبعا بحكم عملي في الإذاعة، فابتدت أكتر في حتة اللي احنا قلنا فيها ماستر أوف سيرمونيز أو مدير فعاليات بتقديم إيفنتس وحفلات ثقافة. البطولة دي بالذات جت عن طريق عملي مع نادي الجونة، كنت أنا عايش في البحر الأحمر فكنت وبحب نادي الجونة جدا من زمان ومشجعين نادي الجونة من أحد الأندية اللي بشجعها، فكنت كهواية وكمساندة للنادي قررت أن أنا أعمل لهم إذاعة داخلية والموضوع ابتدى ينجح جامد. كان ساعتها من أحد الإداريين في المنظومة كان حسام زناتي، وانتقل ساعتها كان مساعد من أحد مساعدين محمد فضل في البطولة، تواصل معايا وقال لي إيه رأيك، قلت له طبعا رحبت جدا جدا جدا. للأسف أول مباراة في الافتتاح كان عندي حالة تسمم فاضطريت اقعد في البيت، بس من تاني مباراة كنت موجود الحمد لله. في مهنة الإذاعة على مدار التاريخ بيبقى في مدارس زيها زي أي حاجة تانية، يعني مثلا عندك دانيال بيليني في نابولي بيحب الحماس، عندك تاريخيا جورج سيفتون في أنفيلد طبعا. كان رتم أهدى طبعا. شوية لحد لما طلع المعاش قريب يعني. فأنت أولا بتنتمي لأنهي مدرسة، وهل ليك مثل أعلى في الإذاعة الداخلية في مصر؟ لو هنقي أعتقد يعني همسك العصاية من النص، بحب الطريقتين، بحب طريقة بليني وبحب ضخ الحماس، إنك تقول اسم حد زي محمد صلاح وتلاقي 80,000 بني آدم بيرياكتوا معاك، ده إحساس يعني وصفه صعب. ولكن في نفس الوقت زي في النهائي بتاع كاس افريقيا من سنتين 2020، لما يكون قدامك الفرصه انك تدي نعي لحد زي دييجو ارماندو مارادونا فدي مش هينفع تقولها بحماس طبعا. فاعتقد انا بحب الطريقتين، وبحكم عملي في الاذاعه والاداء الصوتي لا بحب العب بالصوت، فاعتقد لا انا ما بين الاثنين. وطبعا يعني مثلنا الاعلى اكيد طبعا المهندس محمد سعد، يعني كان بسم الله الرحمن الرحيم بتاعت سد القاهرة بتاعت زمان دي، يعني اللي حضر يعني ساعتها يقول لك if you know you know، يعني اللي حضر يبقى عارف انا بتكلم في ايه كويس. وللأسف ان مفيش عندنا فيديوهات بتوثق الحاجات دي قوي عندنا في للأسف الفترة دي. للأسف. ازاي بتحضر للمباريات بشكل عام؟ يعني انت بتقولي ان انت بتعمل معسكر اعدادي حاليا، قبل بقى ايه المعسكر اللي بتعمله لنفسك بقى قبل مباراة زي ماتش مصر والسنغال مثلا اللي فاتت؟ هو اول حاجة لازم يبقى معاك طبعا كله عارف اسامي لعيبة منتخب مصر، انما لو جبت لك السكور بتاع منتخب السنغال هل هعرف هقول الاسامي كلها بطريقة مظبوطة؟ هل لو في اسم انا شاكك؟ طبعا كله عارف كلمة ساديو ماني، كله عارف ماندي، انما كاليدو كوليبالي نطقها المظبوط ايه؟ فتتخش تدور بقى على النطق المظبوط، تبتدي تنسق امورك الاجرائيه اللوجستيه، الميعاد ومواعيد الوصول. طبعا كمذيع بحب اوصل بدري قبل البوابات ما تفتح عشان ما يبقاش فيه، توصل للمكان بتاعك وتبتدي تشوف المايك المونيتور تابع ان كل حاجه مظبطه تمام، الناس ما بتبقاش مقدره ان انا فيه، لازم يبقى فيه شاشه قدامي، لان ساعات انت كابينات التعليق في استاد القاهره بالذات اعلى من اعلى نقطه في استاد القاهره زي كابتن بكر كان بيقول الله يرحمه يعني. فصعب انك تشوف مثلا لو في لعيب بيسخن، وانا راجل كبار نظري على قدي، لو في لعيب بيسخن هينزل استحاله اشوف الرقم، فلازم يبقى فيه لو مش عارفه بالشكل فلازم ابص على المونيتور. فدي من التحضيرات المهمه انك تصفي ذهنك، لانك برضو اي حد اشتغل شغله اذاعيه لازم يعرف ان انت بتخش في زون بتاع خلاص انا فتحت بقي ما ينفعش حاجه غلط تطلع، مش هقف وما ينفعش حاجه غلط تطلع، ولو طلعت حاجه غلط ما ينفعش اقف، هلم الغلط واكمل على طول.